قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم خاوتي، معاكم خوكم شرف الدين كالعادة. عاودنا ولينا يا خاوتي بعد ما صرالنا مشكل كبير في القناة والحمد لله تحل المشكل، السينيال هلكنا، لذلك ادعموا الفيديوهات تاع القناة باللايكات تاعكم يا الجزائريين، وما تنساوش ايضا التعليقات. كما شفتوا اليوم كان خبر مليح بزاف لكل الجزائريين، خبر مفرح واللي هو السماح باستيراد السيارات يعني اقل من 3 سنوات. هذا الخبر اللي كان يستناوه بزاف جزائريين وبزاف جزائريين طالبوا به. ولما تم الاعلان عن هذا الخبر صرا كيما نقولوا واحد الحرب يا خاوتي في وسط موقع واد كنيس لشراء وبيع السيارات. كامل الناس اللي كانت تبيع بيكانتو ب 500 مليون، واللي كانت تبيع الماروتي يا خاوتي ب 100 مليون وطلع الفوق، كامل حطوا يا خاوتي سياراتهم للبيع في موقع واد كنيس. واد كنيس راهو بلانت على سيارات، ودخلوا برك كل ثانية تلقوا سيارة جديدة طلعت. الخبر هذا يا خوتي كان بمثابة يعني الصدمة وبمثابة الساعقة على السماسرة تاع الطنوبيلات، هذوك اللي حاكمين السوق تاع الطنوبيلات اللي يتحكموا بالأسعار كيما يحبوا، يعني يطلعوا فيها ويهبطوا فيها كيما يحبوا، عندهم التحكم الكامل بالخصوص في الأشهر الأخيرة. ونشوفنا ارتفاع كبير بزاف في السيارات يا خوتي، وين مل ولا المواطن العادي الحلم تاعه أنه يشري سيارة. بعدها الآن وش صرا؟ صفحات الفيسبوك، صفحات الفيسبوك يا خاوتي راهي تقوم بترويج إشاعات حول ضريبة تاع الجمركية وحول التيفيا، حول بزاف أمورات اللي راح نتكلم عليهم في هذا الفيديو. يا خاوتي حذاري أنكم تسمعوا للصفحات تاع الفيسبوك، لأنه صفحات تاع الفيسبوك أسهل حاجة باش تشريها هي صفحة فيسبوك. ساندويتش شاورما تخليه يكتب لك بوست في المصلحة تاعك. سماسرة هادو تحركوا وشروا صفحات هادو باش ينشروا واحد الخبر واللي هو يعتبر يعني آخر سلاح تاعهم، واللي هو خبر الضريبة يا خوتي. قل لك بمعنى أنه إذا شريت سيارة يعني من فرنسا ولا من أي مكان كان راح يكون نفس السعر يا خوتي، وهذا أمر خاطئ جدا جدا بزاف يا خوتي. أولا نروح للضرائب. الضرائب هي عندنا ضريبتين، ولا نقدر نقوله 3 ضرائب، يعني التروازيان ماهيش ضريبة على كل حال. عندك الضريبة الأولى هي 30% تاع الجمارك، هذه تديها مصلحة الجمارك. ثانيا الضريبة الثانية واللي هي الضريبة تيفيا. كامل تعرفوا التيفيا يا خوتي، تيفيا هنا اللي كاين اللعب فيها يا خوتي في قانون استيراد السيارات أقل من 3 سنوات. وكاين ايضا النقل، الشحن تاعك، يعني الشحن اللي يتراوح ما بين 6 ملايين حتى 12 مليون على حساب السيارة وعلى حساب الطريقة تاع التوصيل تاعك. نبدأ بالضريبة الاولى واللي هي 30% ولا 35% يعني لمصلحة الجمارك. هذه يا خاوتي مثلا عندنا سيارة يعني تعمل ب 10,000 أورو، يتم حسابها يعني الضريبة هذيك ماهيش بالسوق الموازية كما راهم يقومون بالترويج، وإنما بالسوق بالبنكة، يعني على حساب وش كاين في البنكة. مثلا عندك 10,000 أورو تساوي 140 مليون جزائرية بسعر البنك يا خوتي، راكم معايا، كونوا معايا مليح مليح. الضريبة تاع 35% يا خوتي يتم حسابها عن طريق سعر البنك، بمعنى يا خوتي أن الضريبة تاعنا تساوي 49 مليون زايدة. هنايا سيارة 10,000 أورو راح نشريوها يعني من السوق الموازية، الأورو ماهيش حتى مدلنا الدولة، يعني نشريوها من السوق الموازية، يعني نشريوها مثلا ب 22 راح طيح لنا 222 مليون، تزيدوا لها 50 مليون طيح لكم 270 مليون. التيفيا ما كانش لأنه سيارة مستعملة، وزيدوا شرشي وتأكدوا انتوما على رواحكم يا جزائريين، سينو هكذاك ما يولي كان حتى فرق بين السيارة الجديدة والسيارة القديمة. ثم سيارة تاع 10,000 أورو يا خاوتي عندهم ثم تجي نجيبوها هنا في الجزائر يعني بواحد 200 وكلش كلش واحد 280 مليون، يعني حاجة مليحة خير من شراه وصاري هنا في الـ في الـ في الجزائر. سبحان الله، كيو كيو يا جدك واصلة 120 مليون، هذه تدخل العقل؟
لا لا مستحيل، سيارات يا خوتي عندها 20 سنة واصلين فوق 200، ما كانش منها سبحان الله. الآن سماسرة لجأوا إلى الطريقة هذه تاع الضريبة وما الضريبة، لأنه لقاو الشعب الجزائري مازال ما فهمش مليح القانون، مازال ما فهمش مليح كيفاش تمشي يعني حركة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، فليجي يلغى بالغاه وليجي يحسب الضريبة هذيك على حساب سعر السوق الموازية. يعني السيارة تاعنا 222 مليون يروح زعما يحسبها على أساس أنه 222 مليون يا خاوتي، يحسبها ويشوف الزيادة هذيك على حساب 222 مليون ما يحسبهاش على حساب البنكة. فهمتوا مليح واش راهم يديروا؟ هذه هي الكذبة تاعهم اللي لازم على كل جزائريين يكونوا فايقين لها. 10000 أورو خويا جيب لك سيارة مليحة في فرنسا، يعني طيح لنا مثلا كليو كات 2018 ولا كليو كات 2019 ولا حاجة مليحة. أنا نجيب سيارة كليو كات 2019 أنا يا بهذا السعر 270 مليون، هم في الجزائر مواصلين 400 مليون، 380 مليون، سبحان الله ما ناش نشوفو، علاش ما عندناش عينين؟ هيا بركاونا يا سماسرة، سي بون رابلكم السوق تاعكم خلاص، قولوا اديو وهذا هو القضاء والقدر، كل واحد خسر فيكم ربي يعوضه. وهذا ما كان سيارات يا خاوتي، سيارات ما يسواوش خلاص، ما يسواوش خلاص، طلعوا يعني في السوق لهبوا مش غير طلعوا سبحان الله. نتهناو من هذوك السيارات، يعني ما نزيدوش نلقاو سامبول 2019 كرتونة يا خاوتي، نلقاوها تعمل 270 ولا 200 وما على باليش 240. على بالكم بلي سامبول طاحت ب 70 مليون منذ الإعلان مباشرة على هذيك على هذاك القانون؟ ما على بالكمش بلي ماروتي الآن دوك تريب أيضا؟ ما على بالكمش بلي الناس سمحت يعني في 50 و 30 و 40 مليون بعد هذاك القانون؟ ومن بعد يجيني واحد يقول لي القانون وفيه ضرائب وكذا. ايه فيه ضرائب، وكل دول العالم عندها ضرائب، عندها ضرائب، لكن هذه النقطة تاع الضرائب حابين يستغلوها هما باش يروجوا لها بانه راح تخرج لنا كيف كيف. لكن فرق شاسع شاسع انك تربح 100 مليون يا خاوتي ما بين تجيبها من الخارج وتجيبها من الجزائر نفس السيارة، وتاع الخارج يعني تجيبوهم كونتر نظيف. وانا ننصحكم يا خاوتي، ليبيا لازم نتغاو حنايا على الليبيين، الليبيين راهم يتهلاو سيارات مليحة ونقية وتجيبها ببري هايل، وزيدوا السعر تاع الشحن ولا يكون ناقص، الضرائب ثاني تكون ناقصة، وزيدوا ديروا في بالكم الضريبة يعني ماهيش 35% فقط، وانما بالك يدخل فيها حتى حسابات بزاف الليسونسيات تلقاوها في الموقع تاع الجمارك. مستحيل أن توصلنا بيكانتو 2021 وصلت جي تي لاين يا خالتي وصلت 520، مستحيل تصرى تجيبها بهذه الطريقة، مستحيل تصرى. ورغم كل هذه المعلومات وهذه الإشاعات والكلام يا خوتي، يعني نستناو احنا يا يعني بلاك تنقص الضريبة، ما على بالناش، ما زلنا نستناو بربي إن شاء الله فيها خير. وهذه خطوة إيجابية مليحة بزاف اللي لازم نشجعوها، وما تتبعوش الصفحات هذوك يا خوتي تاع السماسرة، أنا قلت لكم كاست كروت شاورما يشريوهم والله يا سلام خوتي. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.